توافق مصري إيطالي حول تكثيف جهود دعم مساعي التسوية السياسية في ليبيا. الجيشان الثاني والثالث الميدانيان ينفذان عددا من الأنشطة القتالية ضمن المناورة قادر 2020. تصاعد حدة المواجهات في لبنان وعون يحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وقال سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها. هذا كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب ريجيني، حيث جدد الرئيس السيسي في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية. نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة قادر 2020، وذلك بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء. هذا كما قامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط متهمين حاولا رشوة موظف استقبال بأحد المستشفيات الجامعية مقابل إدراج اسم شخص بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه، وتبين من التحريات أن الشخص المطلوب إدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى خلال عام 2015 قد شارك في ذات توقيت بعمليات إرهابية واستخدم تلك البيانات في نفي الاتهام الموجه له في القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة في جدية التحريات المقدمة من أجهزة الدولة. في لبنان صعد المتظاهرون اللبنانيون من تحركاتهم بصورة واسعة، وذلك في إطار أسبوع الغضب والذي دعي إليه. هذا وقد أغلق المحتجون الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة، كما أقفلوا مدخل مدينة طرابلس شمال البلاد، وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة غير حزبية. يشارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون تلقى اتصالا هاتفيا حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي وجهت له دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في 19 يناير الجاري في برلين، وهي الدعوة التي قبلها تبون لتكن هذه الرحلة هي الأولى له في دولة أجنبية منذ انتخابه في 12 ديسمبر الماضي. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.